اهلا وسهلا بحضراتكم. الان موعدنا مع فقرتنا اليوميه عالم السوشيال ميديا وخالد البرماوي في بورصه الكلام. اهلا يا خالد. مساء الفل يا خالي. مساء الفل يا كريمه. عجبني قوي الاداء التركي اللي انت عملتيه. يعني تدبيسات خيري بقى وما ادراك من خيري. طبعا خيري طبعا. وحبه ليا العظيم عارف ان شاء الله. طيب خلينا نبدا بورصه الكلام. ايه اهم الحاجات اللي المصريين بحثوا عنها واهتموا بيها على الانترنت النهارده؟ نبدا ببورصه الشخصيات الاكثر انتشارا على المواقع الاخباريه المصريه. الست فريق كامل وزير على خلفيه تصريحات بقاله 3 4 ايام بيتكلم فيها ليها علاقه بالقروض والنقل وميزانيه النقل، لكن كمان كان ترند بسبب زيارته لابو ظبي معرض الشرق الاوسط للنقل ولقاءاته وتصريحاته ليها علاقه بالاستثمار ما بين مصر والامارات في قطاع النقل، وكمان ما بين مصر وقطر كمان على خلفيه لقائه مع وزير النقل القطري، وقال ان في شركتين مهتمين بالتعاون. مصطفى محمد على خلفية أزمة اعتذاره عن مباراة أمس مع ما بين نانت وتولوز وردود فعل كبيرة جدا، ومعانا قصة لأن القصة عاملة ردود فعل في فرنسا وفي مصر بالضبط. رجب طيب أردوغان على خلفية طبعا الانتخابات وإعادة الانتخابات التركية. دكتور مصطفى مدبولي على خلفية أمور ليها علاقة بالإطلاحات الحكومية وكمان لقاءات ليها علاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكمان لقاءات مع الاتحاد الإفريقي أو الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في إفريقيا. مصطفى بكري على خلفية طبعا عزاء الزميل عزيز محمود بكري الله يرحمه، كان العزاء أمس وإلى اليوم أخبار وصور كتير جدا للعزاء اللي حضروا تقريبا معظم الإعلاميين والصحفيين والسياسيين. عزاءنا طبعا لكل زملاء في الأسبوع والأستاذ مصطفى بكري الله يرحم الأستاذ محمود بكري. طيب نتكلم على القصص الأكثر بروزاً حتى الناس اهتمت بيها وعملت عليها سيرش. التعليم العالي خاصة خلاص موقع إلكتروني لكل الطلبة اللي هي في أوكرانيا أو في السودان أو في روسيا وعايزين يرجعوا، بقى في موقع خلاص خيري موجود cpnu- هم أعلنوا عليه عندنا هنا admission.edu.eg. فاي حد بس اللي اوريدي قدم يا جماعه لجامعه اهليه او جامعه خاصه وقبلت ما يقدمش، فكل ابنائنا اللي عايزين يقدموا ما كانوش لسه قدموا، الموقع قصادكم اهو. طيب من الحاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا البحث على الثانويه العامه، كل سنه طيبين، اول ما بيبدا يهل شهر 5 بتبدا وتيره الثانويه العامه، البحث كتير جدا عليها اهتمام كبير جدا على رابط الثانويه العامه. من الحاجات برضو اللي عليها اهتمام كبير جدا ده ترند في السعودية وفي مصر، تغريدة حطتها وزارة الحج والعمرة في السعودية بتقول فيها ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة نود تذكركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ليه؟ لأن في ناس واخدة الزيارة اللي هي التأشيرة بتاعت الزيارة يا خيري اللي هي 90 يوم، فالتأشيرة دي يا كريمة لا تتيح لهم الحج، احنا بنحذر يا جماعة لأن مش واضح هيدخل فيه مكة أصلا، مش هيدخل مكة. غير كده كمان إن هو هيتعرض إلى الاستبعاد والترحيل وعدم زيارة السعودية لمدة 10 سنين. ده إذا حاول يدخل يؤدي مناسك الحج يعني اتمسك في هذه المرحلة. لو اتمسك طبعا كده. واللي ساعده ما دخلش من حقه لسه 90 يوم يقضي في السعودية زي طبعا ما هو عايز. طبعا 90 يوم يقضي، بس هو طبعا يعني لو جاي طب يبقى ايه طبيعة الزيارة او فايدة. طيب انا قلت بس اقول لكم عشان كده. تصريحات امبارح دكتور اشرف زكي نقيب المهن الممثلين نقيب الممثلين مع خير رمضان كانت محط اهتمام كبير جدا وتعليقات كتير على السوشيال ميديا وعلى الاخبار. اهم تصريحين الناس اهتموا بيهم تصريح لما دكتور اشرف زكي حكى عن علاقته بالفنان عادل امام وعلى الواقعه اللي قيل فيها ان عادل امام هيترشح نقيب للممثلين، لكن هو فاجئه وايده وقال له مفيش نقيب غيرك. الواقعه الثانية كمان كانت ليها علاقة بروجينا وبداياتها وصعودها، وقال يعني على لسان أشرف زكي تغزل فيها جد تغزل فيها على مستوى الزوجي وعلى المستوى الفني كمان طبعا المستوى الفني ربنا يخليهم لبعض. يبقى أمانة عاملة شغل حلو جدا بقى لها 3 4 سنين. فدي كانت ده ترند خير رمضان مع أشرف زكي. الفنان والموسيقار العظيم عمر خيرت يفوز بجائزة شخصية العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، واحدة من الجوائز المرموقة والمهمة جدا على المستوى الثقافي العربي مش المحلي بس. فدي كانت ودي تاني أو تالت شخصية مصرية وأنا أتذكر. رشا مهدي الممثلة الجميلة الرائعة رشا مهدي عملت تغريدة بس ما لهاش علاقة بالفن، ليه علاقة بمين؟ بنادي الزمالك وحبا ويعني غزلا في نادي الزمالك، بتقول بنحب الزمالك لأنه شبهنا
وقصته زي قصتنا ومفيش حاجة معاه سهلة. الدنيا بتيجي عليه ويقع ويعافر ويقوم ويكسب وعمره ما استسلم. الزمالك نادي بيشجعنا مش نادي بنشجعه. دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني قوي، ان الزمالك نادي هو اللي بيشجعنا بيديهم دافع. الزمالك حياتنا ويرجع تاني اقوى من الاول زي ما عودنا. معاك يا زمالك، كلنا مع الزمالك. اي حد بيفهم بالكوره، بيحب الكوره، بيحب الرياضه، لو ده كلام راقي جدا جدا لحد بيحب ناديه وشايف فيه حاجات حلوه، بس فيه نبره حزن، يبعد حزن جامد، يبعد الزملكاويه يعني اللي بيخربوا فيه، والدوله يجب تتدخل علشان يرجع الزمالك قلعه كما كان. بس يعني بتلعب على نفس الوتر اللي هو الاسطوره بتاعت الحزن والزمالك، او الحزن والزمالك والمعاناه اللي بيعانيها هو الجمهور. الموضوع اساسا جزء من المتعه، جزء من المعاناه، جزء من الرغبه في ان النادي يرجع زي ما كان، وان شاء الله يرجع زي ما كان. يلا بالتوفيق ان شاء الله. من الحاجات اللي كان عليها جدل كتير، ركزوا معايا بقى، طبعا انتوا عارفين ان كان في خلاف او ما زال قائم خلاف ما بين الكابتن العظيم محمود الخطيب والكابتن العظيم طاهر ابو زيد الوزير السابق، لكن كان في عزاء المغفور له هاني مصطفى كابتن مصر، كابتن مصر طبعا الله يرحمه، كان في لقطه والناس قاعده تقول هو محمود الخطيب سلم على طاهر ابو زيد ولا لا. تعالوا اوريكم الفيديو ونشوف رايكم، واوريكم كمان فيديو بعد. اول كانت من اللقطات اللي عليها جدل في الظروف العاديه، يعني سلام عادي، لكن طبعا بسبب الخلفيه اللي ما بين كابتن محمود وكابتن طاهر طبعا اهتمت بيها السوشيال ميديا، وكانت من اللقطات المهمه جدا جدا. من الحاجات برضو اللي كانت ايجابيه جدا في قلب الرياضه، منشور او قصه على انستغرام عملها كهربا دعما لكابتن محمود الونش، وقال له الف سلام عليك يا حبيبي وان شاء الله ترجع اقوى من الاول. طبعا في طبعا ده لسه في اول السنه كان عنده بس هي لسه ما اتحسمتش، لكن في مؤشرات تختلف، بتقول انها اصابه قويه. أيوة. وهتبقى الونش لعيب كبير قوي ومنتخب منتخب هيخسره، احنا كنا مصدقين انه يرجع. يعني بمناسبه بقى منتخب مصر، فيتوريا المدير الفني حب يستعد، وتعرفين داخلين معسكر مباراه وديه وثم مباراه غينيا، لسه بندور على فريق لاعبنا. بس سيبك من ده كله، فيتوريا حب يعمل معسكر بس معسكر كشري، فكتب على صفحته على انستجرام اليوم كان يوم الطهي في مصر، تناولنا الكشري الطعام النموذجي في العاصمة هنكررها تاني، ودي صورة مع الفريق، وكمان كان في صورة كابتن مع أبو طار، كانت من الحاجات اللي عليها اهتمام. طيب في قصتين عندنا، قصة مصطفى محمد وقصة كمان ليها علاقة بالوطن العربي، كان ايه الترند اللي جاي على الوطن العربي، كانت من الحاجات اللي عليها اهتمام كبير جدا النهاردة يا كريمة، هي الاحتفاء او الاهتمام بأمان، لان كان فيه وجهات نظر مختلفة عشان اكون دقيق، يعني لحضور اول تمثيل رسمي من وزير الاقتصاد السوري للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية اللي هتقام في السعودية يوم الجمعة. تعرفين ان في تم توجيه دعوة رسمية لبشار الاسد، كانت من الحاجات اللي عليها اهتمام. من الحاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا هو الاحتفال بذكرى النكبة، 75 سنة على نكبة فلسطين 1948، كان واحدة من الحاجات اللي كان فيها اهتمام طبعا على تويتر. كانت من الحاجات اللي اهتم بيها المصريين جدا جدا النهاردة ذكرى النكبة، كانت من اللقطات اللي الناس اهتمت بيها ذكرى مجموعة من الشباب الفلسطينيين في جامعة تل أبيب، وقفوا وعملوا احتجاج وعملوا مظاهرة. تعال نبص على الفيديو. 75 سنة فوق 140 ألف شهيد. لكن اللقطة الحلوة جدا بقى أن الأمم المتحدة والأول مرة في مقر الأمم المتحدة تعمل أكتر من حدث احتفاء بذكرى النكبة بفعاليات كتيرة جدا رسمية، وكمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هيحضرها، وفي كمان احتفالات فنية هتكون موجودة. من الحاجات برضو اللي كانت ترند غريب قوي شوية، يعني تعرفين ترامب دايما ليه كده طلعاته، ففي عيد الأم الأمريكي الأم الأمريكية حب يعمل تغريدة فبيقول يعني عيد أم سعيد للجميع، ولا سيما أمهات وزوجات محب الفاشيين واليساريين والريديكالز والماركسيين والشيوعيين الذين يبذلون كل ما في وسعهم لتدمير وطمس بلدنا الذي كان عظيما. وبس يعني بقول أرجو أن يكون هؤلاء المجانين أكثر ليونة ولطفا، والأهم من ذلك أكثر ذكاء، حتى نتمكن من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. ده لما حبي بدل ما أقول لكم كل سنة طيبة، ما ذكرش زوجته ولا ذكر بنته، عنده بنتين كمان عندهم أطفال. بس ده حقيقي؟ حقيقة، ده على المنصة بتاعته ذا تروث.
لا والله ترامب لا تتعجب. اوكي، من الحاجات برضو اللي كانت مهمه جدا ولسه طالعه بقى لها ساعتين ثلاثه، عشان برضو انت عارفين احنا بنجيب لكم الترند يعني لحد اخر ساعه. مارك زوكربيرج اعلن عن خاصيه جديده على الواتساب، الخاصيه دي تتيح ان في بعض المحادثات تبقى برايفت بباسورد. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك شات والشات ده مثلا عائله، هنمسيها ان هو ايه؟ عائله، ماشي، زي نفادي، ماشي، شات عائلي مش عايز حد يعرفه، فهتعمل باسورد على الشات ده، فاي حد يقدر يبوست على الواتساب او ممكن يبقى ليه اكسس عليه، لكن الشات ده تحديدا اللي هو ايه؟ عائلي، شات عائلي يا خيري، ماشي. أيوة. اللي هو الشات الخاص ده، عارفه، اللي هو بتاع عبد المنعم صديقي وابراهيم صديقي، فكل الاصدقاء دول، فكانت من الحاجات اللي عليها. ويا خالد يا خيري ويا خالد ويا خالد ويا خالد، بقول لها خيري وخالد. جماهير اسبانيول عملت مقلب كبير جدا في لاعبي برشلونه، طبعا كسبوا 4-2 وخدوا الدوري، وبعد 4 سنين برشلونه خد الدوري خلاص، عايز يحتفل، بينزل يحتفل، بص لقى لعيبه اسبانيول وجمهور اسبانيول بدا يبقى في احتجاج، الجمهور نزل الملعب، الاتحاد رابطه التعبس على الفيديو، ما اعرفش معنى وقت طبعا سلوك غير رياضي، واللي حزنا كمان ان الفرقتين من برشلونه يعني اسبانيول. بس المشهد بدا يبقى متكرر مؤخرا، عرضت معانا حاجات شبه كده الايام اللي فاتت. طب اخر قصه معانا المستجد من قصه مصطفى محمد، عمل تغريده اعتقد من الحاجات المهمه جدا، وهو بيقول يعني باختصار: انا لا اريد ان اجادل على الاطلاق، ولكن علي توضيح موقفي، احترم كل الاختلافات والمعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام الى الاخرين، ولكنه يشمل ايضا احترام معتقداتي الشخصيه، نظرا لجذوري وثقافتي لم يكن من الممكن ان اشارك في هذه الحمله، واتمنى ان يتم احترام قراري. كويس انه جاب مدير يدير له هذه في كلام كده عائل. الله ينور عليك، فعلا في كلام عائل. المدرب بتاعه لما سالوه، مدرب جديد لسه ماسك، ده اول ماتش كان بيلعبه، هو بيقول يعني ان مصطفى كان مشتت بين الرغبه في اللعب وغيرها من القضايا التي واجهها في شهر رمضان الماضي، ورايه يعني ان دائما يجب ان ندعو للتسامح فيما يتعلق بجميع القضايا الدينيه والجنسيه. طيب تسامح في القضايا الدينيه والقضايا الجنسيه ده المفترض يعني. وهو بيقول يعني ان مصطفى تردد لفتره طويله لكنه استسلم الى الضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر والنادي سوف يقارب. ايه الضغوط اللي تعرضت لها عائلته في مصر؟ انا ما شفتش اي حاجه خالص ليها علاقه. ممكن هو بيتكلم معاه يقول له انا اهلي ما هيعرفوش يرفعوا راسهم في البلد، ده كلام عادي، لكن عيلته مين؟ بس مش على مستوى الشعبي يعني، طبعا بقى لا ولا ضغوط ولا اي حاجه، ده يعني كده. احنا محترمين طيب. موقفه جدا يعني، للاسف طبعا احترامنا لموقفه لم ينعكس على احترام ناديه لموقفه، ويقرر توقيع غرامه يعني النادي عايزه يحترم المثليه، لكن النادي مش قادر يحترم معتقداته الشخصيه. ما هي المفروض في الاخر هي معتقد ديني، هي معتقد ديني وده معتقد شخصي يعني بالزبط. انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا، بس هو مش ضده كمان، هو مش يعني هو عدم حضوره مش معناه ان انا ضد يا عم، انا ما بحاربهمش، هم احرار، انا رافضهم. اللي ضايقني بقى بامانه تصريح اوليفيه فيران، هو اسميه فئران، متحدث الحكومه الفرنسيه بامانه، لانه كان تصريح دمه تقيل، قال لك انا ارفض تصرف اللاعبين الذين لم يرتدوا قمصان بعلامات قوس قزح، انها جريمه، يصفها بانها جريمه، هذا هراء ومفارقه تاريخيه، ونحن نعيش الان في مجتمع يتمتع فيه الجميع بحريه، انها مبادره مهمه وعلينا دعمها لانها رساله. الناس دي مش فاهمه هي بتقول غالبا ايه؟ بيتمتع الجميع بالحريه، لكن عندي حريتي انا، كلام انت غلطان وما انتش مالكش حريه، يعني حريتك ان يعني انت الحريه لا تخدم معتقداتك وافكارك لما تبقاش حريه. على فكره بناء على المبدا ده هو ممكن كمان مصطفى كمان يرفع قضيه عليهم علشان هم ما احترموش حريته، في انه مش عايز يحضر. لا وصفها كمان بجريمه كبيره، فاهم ايه تحدي الشواذ ده يا خالد؟ ده المساله وجعهم قوي يعني، كانها قضيه العمر بالنسبه لهم ان يحولوا المجتمع الى مجموعه من الشواذ. لا هي الفكره كلها رفض فرض وجهه النظر. ايوه يعني انت فاهم، كل واحد حر في حياته الشخصيه موجوده، لكن الشاذ شاذ، لكن فكره الفرض فرضها وانت ما انتش مقتنع لكن ايد، ده شيء مستفز جدا. اخر صوره معانا، اخر صوره معانا يمكن كل الزمالكاويه يحبوها ويبداوا يفكروا في دلالتها. كابتن احمد سليمان نشر صوره لي مع كابتن حسن شحاته، بعد فتره كبيره جدا ما شفناش كابتن حسن شحاته، ومع كابتن فاروق جعفر، ومع كابتن كمان او الناقد الرياضي جمال العاصي. فدي صوره الناس قاعده تحط عليها اخماس واسداس وتجمع واو، بس في كل الاحوال اعتقد ان الزمالك محتاج رجالته اليومين دول وابنائه على كافه المستويات. وليلتكم سعيده. انا بشكرك جدا، بس قبل ما تمشي عايز
في فنان جزيلاً. كبير مات النهارده الله يرحمه، ناس كتير هتعرفه، اغلبيه المشاهدين هيعرفوه بس ما يعرفوش اسمه. اسمه محمد الادنداني، لما نشوف صورته هتعرفوا هذا الرجل طبعا. ده ممثل طبعا. قديم جدا عظيم ونوبي، لسه متوفي الله يرحمه عن 82 سنة. شفنا له أعمال كتير جدا جدا، وكتير من الفنانين المبدعين اللي بنتفرج عليهم بس ما بنهتمش بالاسم، رغم ان لهم أدوار محترمة جدا. خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه ولكل الفنانين. العزاء بتاعه بكرة هيقام في اسكندرية في شارع العطارين، ده أعلى اسكندراني كمان نقيب المهنة التمثيلية بكرة. وطبعا عزائنا لمحبيه وأسرته، شكرا جزيلا يا خالد. لك سعيد. الغنوشي كمان يا جماعة اتحبس سنة، المحكمة النهاردة في تونس قضت بالحبس سنة وتغريمه وغرامة مالية للتحريض على الأمن. نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا ملف مهم جدا، الذكاء الاصطناعي ايه هي فوائده وايه هي المخاطر اللي ممكن نتعرض لها من وجوده في حياتنا، وازاي ممكن نتعامل معاه بحيث ان احنا نقدر نرتب اللي جاي. مصر لسه مش زي بره بتتعامل معاه ازاي، لكن احنا جاي جاي، يعني الذكاء الاصطناعي داخل بيوتنا ولو حتى بمقدار اقل من بره. هو حديث القاهره بكل المقاييس، وخصوصا اذا كنت انت واحد من الناس المعرضه انها ما تلاقيش وظيفه بسبب دخول الذكاء الاصطناعي في عدد كبير جدا من المجالات. بعد الفاصل هنعرف اكتر في الملف ده من خبراء ومتخصصين في حديث القاهره.